بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ سلسلة من الدروس في مقرر أساسيات التربية التقنية، وهنبدأ طبعا الكتاب فيه 4 وحدات رئيسية، اللي هو عند المجال الهندسي والمجال الزراعي والمجال الصحي والمجال الخدمي. هنبدأ الآن بالمجال الهندسي، وفي المجال الهندسي عندي 4 دروس. أول حاجة أهداف الوحدة كلها أهدافها شنو، وبعدين نجي ندخل على كل درس. عندي التكنولوجيا، عندي المواد الهندسية والمعادن والمواد غير المعدنية. إن شاء الله بنحاول نبسط قدر الإمكان عشان تستفيدوا أبنائنا وبناتنا الطلاب السودانيين أينما كانوا. طيب، أهداف الوحدة. الهدف العام، يعني الهدف الرئيسي للوحدة، هو أن احنا نعمل تكوين اتجاهات إيجابية نحو التقنية الهندسية لدى تلاميذ الصف الثامن. يعني عايزين نخلي أولادنا وبناتنا في الصف الثامن يكون عندهم اتجاهات إيجابية نحو التقنية الهندسية. التقنية الهندسية يعني شنو اتجاهات إيجابية؟ يعني يكون عندهم خلفية عن التقنية الهندسية وفوائدها وأشياء تخليهم، يعني لو في واحد منهم بعدين أو واحدة عندها رغبة تمشي في مجال الهندسة بيبقى عندها يعني فهم عن الكلام ده. أما الأهداف، أهداف الوحدة الثانية اللي هي المفروض بعد ما نخلص الوحدة دي يكون التلميذ قادر يقدر دور التكنولوجيا في الرقي الإنساني، يعني يعرف دور التكنولوجيا دي شنو في الحضارة حقتنا والرقي. والحاجة الثانية يقدر يتعرف على المواد الهندسية وأهميتها وأنواع ومصادرها، يعني يعرف المواد الهندسية هي شنو وأهميتها قدر شنو وأنواعها، في أنواع مختلفة ومن وين جات مصادرها. وبرضه من الأهداف يقدر يميز بين المعادن، يعرف إنه في معادن حديدية وفي غير حديدية، يعرف ياتو الحديدية وياتو الغير الحديدية. وبرضه من الأهداف إنه يعرف الخصائص العامة للمواد الهندسية، يعني صفات المواد الهندسية والخصائص العامة يقدر يتعرف عليها. طبعا زي ما قلنا نحن المقرر هو أساسيات التربية التقنية، ونحن نستخدم الكتاب الرئيسي اللي هو اللي عملاه عامل المركز القومي للمناهج والبحث التربوي من بحث الرضا مرحلة التعليم الأساسي، كتاب أساسيات التربية التقنية للصف الثامن. والله الموفق، ونلتقي في درس أول دروس المجال الهندسي بإذن الله.